على هامش الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب كان لنا حوار مهم جدا أجرته منى الشرقاوي وبسنت الحسيني مع راشد محمد الكوس رئيس تنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين للحديث عن المشاركة الإماراتية في هذا المعرض. كمان يا محمد اللقاء ده احنا اتكلمنا فيه عن أهمية دعم التعاون العربي والتكامل كمان في مجال الثقافة. شايفين مشاركة عربية كبيرة جدا في المعرض في نسخته الـ54، شايفين كتاب وناشرين من جميع الدول العربية، وتكلمنا عن يمكن المشاركة القوية لدولة الإمارات العربية الشقيقة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب. لكن خلونا دلوقتي نتكلم عن التحديات اللي بتقابل الثقافة بشكل عام، ولو اتكلمنا عن التحديات دي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، في ظل ارتفاع أسعار الورق، أزمة النشر، بنتكلم عن أزمة كبيرة بتواجه الكتاب. خلينا نعرف تفاصيلها أكتر وحلولها إيه من سعادة راشد محمد الكوس الرئيس التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين اللي منورنا النهاردة. أهلا بحضرتك يا فندم. يا أهلا وسهلا فيكم. بداية أنا حاب أشكركم على هذه الاستضافة، ونشكر جمهورية مصر العربية على احتضان العرب دائما وتقديم الثقافة العربية بصورة جميلة ولائقة بهذه الثقافة، ونحن سعيدين دائما بأن نتواجد في مثل هذه التظاهرات الثقافية ونكون جزء من هذه التظاهرة ونقدم شيء بسيط من الثقافة الإماراتية في هذا المعرض. مشاركة كبيرة لدولة الإمارات العربية الشقيقة ومشاركة كبيرة في الثقافة المصرية على مر التاريخ أكيد. خلينا نتكلم مع حضرتك عن التحديات اللي بيواجهها الناشر العربي النهاردة في ظل الأزمات الكتير اللي يمكن بيواجهها أو بتواجهها الثقافة العربية. نعم. إيه التحديات اللي النهاردة الكاتب بيقابلها؟ نعم. طبعا نحن اليوم كاتحاد للناشرين الإماراتيين جزء من الاتحاد العربي للنشر وأيضا أعضاء في اتحاد الناشرين الدوليين، فنلمس دائما التحديات التي تواجه الناشر في الوطن العربي وفي العالم كذلك. وكون بأن الشيخة بدور بن سلطان القاسمي هي رئيس اتحاد الناشرين الدوليين وهي أيضا من أسس جمعية الناشرين الإماراتيين في عام 2009 وهي تعتبر قائدة النشر في دولة الإمارات، فهناك اطلاع كامل على التحديات التي تواجه الناشر في المنطقة، فنحاول ونسعى بأن نستفيد من التجارب الدولية في هذا المجال. بكل تأكيد الدول الأجنبية يعني استفادت من تجاربها خلال السنوات العديدة التي قضتها في عمر النشر، وإذا ما تحدثنا عن عمر النشر في دولة الإمارات قد يكون أيضا صغير بالنسبة للدول العربية والدول الأخرى. فاليوم نحن هذا سبب من أسباب تواجدنا في معرض القاهرة للكتاب، هو مناقشة مع الناشرين واتحادات النشر الموجودة كيف ممكن أن نتغلب على الأزمات التي تواجه الناشر في الوطن العربي. وحقيقة يمكن أكبر مثال كان هي أزمة كورونا وكيف أثرت على صناعة النشر في الوطن العربي، وكيف كان لهذه الأزمة تأثير مباشر على دور النشر، وكيف كان تأثيرها المباشر على هذا القطاع تحديدا. ولكن الحمد لله نحن في دولة الإمارات هناك دعم مباشر من الحكومة وإيمان بالحكومة بأهمية الثقافة وكيف ممكن أن ندعم المحتوى العربي، وما بقول محتوى إماراتي لأن نحن الحمد لله في دولة الإمارات همنا عربي، فدائما ما نحرص في دعم المحتوى العربي والكتاب العرب والناشرين العرب في إيصال كتبهم وترجمتها أيضا إلى الكتب الأجنبية. فأحد أسباب دعم الأزمات هي دعم الحكومات لهذه الصناعة، فأعتقد بأن لابد أن تؤمن كل حكومة عربية بأهمية تخصيص ميزانية لدعم الثقافة العربية لأنها كنز يجب أن يظهر للعالم وينقل للعالم بصورة لائقة. أكيد. يمكن من قبل جائحة كورونا وفي مشكلة بتواجه الناشرين، وهي يمكن من قبل جائحة كورونا وفي مشكلة بتواجه الناشرين. نعم. وهي إن في اتجاه كبير للكتب الرقمية وللبي دي اف. نعم. وكأن يعني مش لاحقين يخرجوا من مشكلة حتى يقعوا في مشكلة كورونا، بعدها ارتفاع أسعار الأوراق والأحبار والمشكلات الاقتصادية.
الاقتصادية اللي بتجتاح العالم كله، أكيد في بدائل بعيدا عن الدعم اللي بيقدم من قبل الحكومات. هل لو اتكلمنا عن ان احنا نقلل عدد الكتب المطبوعة او نختار كتب قد تكون يعني الصفحات اقل كلفة، ده ممكن يساهم في نشر الكتب والتواجد؟ لا بالعكس، يعني اليوم انا ارجع لأزمة كورونا يمكن فتحت آفاق جديدة للناشر، يعني خلت الناشر أنه يبحث عن وسائل لإيصال المحتوى، لأن الكتاب في النهاية محتوى وإيصاله للقارئ. هناك عدة أساليب لإيصاله، سواء سمعية أو إلكترونية أو مطبوعة، والآن أيضا هذه الوسائل متاحة بشكل كبير. يعني ممكن أن تقدم تكنولوجي خدم المحتوى. هنوسع المفهوم، نتوقف عن المفهوم القديم النشر الخاص الورقي. صحيح. هندخل في مجال آخر. وأيضا كان يعتمد الناشر على بيع كتبه في المعارض فقط، في معارض الكتب. الآن لا، منصات التوزيع أصبحت متنوعة وأصبحت إلكترونية. هذا من جانب. الجانب الآخر البرنت أون ديماند، الطباعة عند الطلب، هذه خاصية خدمت الناشر بشكل كبير. ويعني ما صار لداعي أن يطبع كميات كبيرة ويخزنها ويدفع مصاريفها والكتب تتلف، لا، يعني يطبع الكتاب وقت حاجته له. فهذا البرنت اون ديماند لا يؤثر على تكلفة الكتاب، هو تكلفته أعلى شوي بس أنه بيوفر في موضوع التخزين وفي أمور أخرى، يعني ويحافظ على البيئة كمان، ويحافظ على البيئة أكيد. هذا حل من الحلول. أيضا مثل ما ذكرت الوسائل التقنية اللي موجودة في العالم الآن، السمعية وغيرها، خدمة الناشر بأنه بسهولة تحويل المحتوى إلى محتوى رقمي. ويعني الآن الهواتف في أيدي الجميع، فمتوفرة وبإمكان أنه يقرأ الكتاب. فهذه الحلول أتوقع بأنه تدعم الكتاب الورقي. إذا دائما كان في عندنا تخوف بأن الكتاب الورقي قد يعني يختفي من الوجود، بالعكس 90% من مبيعات الكتب الآن كتب ورقية في العالم، مش فقط في الوطن العربي. فما زال الكتاب الورقي محافظ على رونقه ومحافظ على ريحته ومحافظ على يعني جماله. فلهالسبب نحن اليوم ندعم صناعة الكتاب الورقي، ونحن في الاتحاد ناشرين الإماراتيين نحاول بأن ندرب الناشر الإماراتي على الاستفادة من الأساليب المتاحة في تطوير مهاراته، سواء في التصميم، في تسويق الكتاب. وأيضا لدينا دعم من صاحب السمو حاكم الشارقة، تم تأسيس شركة منصة للتوزيع، وهي شركة مدعومة بالكامل من صاحب السمو، لأن تدعم الكتاب الإماراتي وتسوق له في داخل الإمارات وخارج الإمارات. فهذا أيضا من جانب النقطة الأولى اللي هي دعم الحكومات للثقافة العربية. إزاي المعارض عامة، وخلينا نتكلم عن معرض القاهرة الدولي للكتاب بالأخص، يمكن تقرب الناشرين العرب من بعض لتواجد بقى الحلول والأفكار المشتركة وتواجد أرض كده ما بينهم وما بين بعض لنشر الثقافة العربية لدى المجتمعات. احنا متعودين انه المجتمعات الغربية يمكن هي المؤثرة بشكل أكبر بسبب طبعا خلينا نقول الجودة في نشر سواء المحتوى الرقمي او الكتب او حتى التلفزيون اللي بنتفرج عليه. فالنهارده ازاي الناشرين العرب يقدروا ان هم يوحدوا مجهوداتهم لتوصيل الثقافه العربيه بشكل ايجابي للعالم كله؟ نعم، طبعا مثل ما ذكرت في بدايه الحديث بان معرض القاهره الدولي دائما ما يحتضن الثقافه العربيه ويجمع الناشرين العرب تحت مظله واحده. وأيضا اتحاد الناشرين العرب له دور كبير في هذا الأمر، بأن يعني يجمع الجهود ويكون في استفادة أكبر. حقيقة نحن سعدنا باستضافة مؤتمر الناشرين العرب السادس في الشارقة، حقيقة مؤتمر جمع الناشرين العرب، ويعني كان لهم صوت في مناقشة المشكلات التي تواجههم وكيف ممكن حلها، وكيف ممكن أن نصل بالثقافة العربية إلى العالمية ونرفع من معايير طباعة الكتب في العالم. فمعرض القاهرة تحديدا هو منصة يعني خلنا نقول
مميزة للكتب العربية من ناحية طريقة العرض، من ناحية تصميم المعرض، من ناحية الزوار المميزين ما شاء الله واللي أعدادهم كبيرة تزور المعرض. فكل هذه الأمور أكيد يعني جهود مبذولة من إدارة معرض القاهرة للكتاب، يشكرون عليها على أن يوحدون الجهود هذه تحت مظلة واحدة. وكيف ممكن أن نجمع الناشرين العرب تحت مظلة واحدة؟ حقيقة منذ زيارتنا يعني من خلال الافتتاح التقينا بكثير من يعني ناشرين، ونحن أيضا من ضمن الوفد في ناشرين إماراتيين، فالناشرين الإماراتيين يلتقون بناشرين مصريين وناشرين من دول عربية أخرى لبيع وشراء الحقوق لترجمة كتب عربية إلى كتب بلغات أخرى. فيمكن نحن أيضا لدينا موضوع الترجمة جدا مهم، يعني العام الماضي من خلال معرض الشارقة للكتاب تم ترجمة 1500 كتاب عربي إلى لغات أخرى، فهذه بحد ذاتها نقل للثقافة العربية للعالم. فاليوم يعني قد تكون الإمارات لديها دعم ولكن ما تحتفظ فيه لنفسها، بالعكس تشرك فيه العالم العربي بشكل كامل وتحاول أن تطلع بالثقافة العربية مع بعض. أكيد إحنا بنقول إن لما بنتكلم عن الناشرين مش بنتكلم عن كبار الناشرين، بنتكلم كمان عن صغار الناشرين. نعم. بالإضافة للكلام عن كبار الناشرين، معرض القاهرة الدولي خصص جناح كامل لصغار الناشرين اللي لم يستوفوا شروط الانضمام للمعرض من حيث عدد الإصدارات كمساهمة ودعم من المعرض لصغار الناشرين. حضرتك متخيل إن الاتحاد العربي للناشرين وأنتم في الإمارات إيه تقدروا تقدموه لصغار الناشرين لدعمهم وللتأكيد على تواجدهم في سوق النشر؟ نعم، سؤال جميل. نحن في دولة الإمارات لدينا مشروع اسمه منصة، وهذا المشروع بدأ تقريبا قبل 3 سنوات بأن ندعم كل ناشر لديه أقل من 50 إصدار، نتكفل بإيصال كتب والمشاركة بها في كل المعارض وبيعها له بدون مقابل. فيعني يمكن استفاد عدد كبير من الناشرين. وحاليا أيضا في معرض القاهرة للكتاب لدينا مجموعة كبيرة أكثر من 200 عنوان لناشرين صغار يشقون. كيف يتم اختيار الناشرين؟ الناشرين هم أعضاء لدينا في الجمعية والباب مفتوح لهم، يعني دون معايير، فقط أن يكون عضو في جمعية الناشرين ونحن نتكفل بأخذ كتبه وبيعها، ولكن يتم اعتماد قائمة العناوين التي يرسلها الناشر ونتكفل ببيعها وتسويقها لزوار المعارض. فمن خلال العام الماضي يمكن شاركنا في 60 معرض يمكن حول العالم، فكانت يعني دعم كبير مثل ما تفضلتي للناشر الصغير ليشق طريقة لعالم النشر. طيب بما ان حضرتك بقى رئيس تنفيذي لجمعيه الناشرين في دوله الامارات العربيه الشقيقه، ايه التسهيلات اللي الناشرين محتاجينها عشان يقدروا ان هم يوصلوا بشكل اكبر يمكن لقاعده اكبر وقاعده جماهيريه اكبر؟ لو نقول الناشر اليوم محتاج بانه يبيع كتابه، يعني هو تعب على محتوى وتعب على تصميم وتعب على يعني عقود بينه وبين الرسام وبينه وبين كاتب، فحاب أن هذا العمل يكون له مردود مادي جيد بالنسبة له، وهذا بزنس في النهاية. يعني صح الناشر يقدم ثقافة وفكر ويعني محتوى فكري، ولكن أيضا يحتاج إلى عائد مادي ليستمر في هذه الصناعة. باعتقادي بأن الناشر إذا ما لقى تسويق جيد لكتابه وبلاتفورم ممكن أن يصل بكتبه إلى القراء بشكل أسرع وبشكل مباشر، باعتقادي بيكون هذا هو أفضل دعم وأفضل خدمة يقدمها يعني الجهات الحكومية يقدمها للناشر لتسهيل كتبه وإيصالها للقارئ. فهو هدفه إيصال الكتاب إلى القارئ، فكيف نحن دورنا اليوم أن نحن نساعده بأن يصل بهذا الكتاب إلى القارئ بأقل التكاليف ويعني بإمكانيات وتسهيل وصول هذا الكتاب واستخدام التقنيات الجديدة في إيصالها، لأن اليوم في بعضنا يقرأ سمعي في أو يسمع كتاب مسموع، بعضنا يقرأ إلكتروني. الآن موضوع البودكاست أيضا وملخصات الكتب أصبحت رائجة في الوطن العربي، فبعض الأشخاص ليس لديهم الوقت الكافي للقراءة فقط يكتفي بسماع المختصر أو قراءته. فكل هذه الأمور
برأيي أن يعني مهمة في إيصال المحتوى العربي إلى القراء ونقله أيضا إلى العالمية. لدينا كنوز يجب أن لا نخبئها، بالعكس ننقلها للعالم. أكيد. سعادة راشد محمد الكوثر رئيس التنفيذي لجمعية النشرين الإماراتيين، شرفنا بوجودك، أهلا وسهلا. شكرا لكم على وجودك معنا، وأتمنى لكم معرض موفق.